عمر، انطباعك بعد مباراة الهلال، وأيضا انطباعك بعد فوز الزمالك امبارح بالسوبر اليد؟ انطباعي اول حاجه يعني بعد ماتش اللي هو بتاع الهلال، ان انت شفت مشاهد جديده، شفت ان انت رقم واحد، شفت اداره الزمالك بتتعامل بشكل عقلاني، ما بتشوفش حاله انفعال، بتشوف ان انت اداره متفهمه الموقف. يعني انا شفت مداخله الشرطه منصور كان قمه الهدوء وهو بيتكلم، وقال ان هو مستوعب يعني ان الفريق لسه خارج من راحه وبيلاعب فريق دي ثلاث ماتشات بيلعب، وقوه الفريق وانت والثقه كامله جدا في لعيبه الزمالك، وقفل الصفحه على طول بسرعه في ماتش انت بالفعل انت استفدت منه كتير جدا. استفدت رقم واحد، يعني واحد واثنين وثلاثه، وانت كنت في قطر حدث عالمي زي ده وانت تكون موجود فيه، يبقى انت بالفعل انت الكبير في مكان كبير في حدث كبير. الجزء الثاني المهم اللي انت شفت اهم لعيبه عندك صفقات جديده كانت فرصه بتشوفهم قدام مستوى عالي جدا، اعلى من المستوى اللي هيكون موجود في الدوري قدامك، شفتهم قدامك وبالفعل اطمنت على ابراهيم انضاي. شفت ان انت ومحتاج جزء بدني، واعتقد ان هو مستر فيريرا ابتدى يعمل له برنامج خاص، نفس الكلام على زكريا الوردي. استفدت ان انت خدت ولعب قدام 80,000 كمان، لعب قدام 80,000 مليون، ظهرت شعبيه نادي الزمالك بشكل كبير جدا في قطر بشكل غير عادي. كنت انت الاول يعني يبقى الناس تشكك في ده، لا انت شفت شعبيه نادي الزمالك كبيره ازاي. ده جزئيه الهلال. الجزء الثاني سوبر رياض، انا مش شايف ما فيش جديد، هو الزمالك هو يتربع على العرش. لا، هو كان الجديد ان الاهلي جاب اثنين محترفين جداد، مشى المحترف التونسي، كان في كلام على ان الزمالك ممكن يجيب المحترف التونسي ده، الاهلي عمل حاجه كده خلى الزمالك ما مدير فني جديد، جاب مدير فني، لسه جاب مدير فني جديد. الزمالك لسه مش مستوعب الاحداث، رحيل سيف الدرع ويحيى الدرع، كل ده واصابه مودي، كل ده كان يبين لك لا ان الاهلي اقرب. لا، الواقع في بص في كره اليد في مصر وفي افريقيا هو الزمالك رقم واحد. يعني الاهلي او غير الاهلي محتاج وقت كبير جدا، بيجيب صفقات كتير جدا، ومحتاج توفيق غير عادي عشان يتفوق على نادي الزمالك، لان الزمالك بالفعل في حته تانية في كره اليد دي حقيقه. صحيح.